يعتمد الحساب الذهني على القيام بالعمليات الحسابية المختلفة باستخدام العقل فقط دون الحاجة لاستخدام أقلام أو أوراق ودون آلة حاسبة. محمد مدرب حساب ذهني عن بعد يرى من خلال تجربته مع مئات من ممارسي هذه الرياضة الذهنية أن لها مجموعة من الفوائد على المدى المتوسط والبعيد. ناقص 11 زائد 55 شنو الفائدة ديالو نقدروا نقولوا بالنسبة للحساب الذهني؟ وعنده مجموعة من الفوائد. كاين فوائد بالنسبه للتركيز. التركيز هو يعني واحد العمليه اللي كتتم من خلال التدريب، مثلا من خلال انجاز مجموعه من العمليات في واحد الوقت وجيز. خص تكون عندنا واحد الطاقه كبيره باش نقدروا نركزوا، باش نقدروا الاجابه تكون عندنا صحيحه، وفي نفس الوقت حنا محصورين بالوقت. هذا هو اللي كيخلي العمليه ديال التركيز كتحسن يوما عن يوم، وهذا كيجي مع التدريب. زائد 2 ملاك تلميذة تأخذ دورات الحساب الذهني عن بعد. تجربتها الصغيرة التي دامت أشهرا قليلة فقط ساهمت إلى حد كبير في الرفع من مستواها الدراسي، خاصة في مادة الرياضيات. زائد 1 ناقص 2 زائد 3 جواب 5. أحسنتي. بالنسبة للحساب الذهني هو كانت بالنسبة لي واحد المادة اللي غادي تساعد لي بنتي أنها تزيد تطور الأفق ديالها في الرياضيات، خصوصا أنها كانت يعني مادة الرياضيات عندها محبوبة وكانت كتعطي فيها، وهذا دونك شفت بأن بالحساب الذهني تقدر تزيد تعطي كثار، وخصوصا أن كانوا الزملاء ديالها بعض الزملاء ديالها كانوا من الناس اللي خداو جوائز في هذا الكالكول. هذا في الأول كنت كنجي في نقاد الماط واحد شوية هنا، ولكن باش بديت كنصاب الحساب الديني بحال رجعت كنفهم مزيان، وتا في المدرسه رجعت كنجيب دي بون نوت. وللحساب الذهني استراتيجيات ينهجها الممارس كالطرح والجمع وحساب الاصفار، تتم باستعمال معداد يدوي او الحساب عبر الخيال. ويبقى التحدي هو بلوغ نتيجه العمليه الحسابيه في أسرع وقت ممكن.